ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ دلوقتي انا بس سؤال يعني عايز اعرف. طبعا انا يعني انا حزين، وطبعا اكيد حضرتك طبعا كرئيس هيئه السد ان احنا كل ما بنبني حاجه بتتكسر، بس عايز اعرف احنا عندنا كاميرات في الاستاد اكيد. ايوه يا فندم طبعا. طب الكاميرات دي هل الشرايط بتاعتها سلمت للنيابه؟ ايوه يا فندم، النيابه شغاله لغايه دلوقتي. لا يعني النيابه حتى طبعا يا فندم شغالين، شغالين موجودين لغايه دلوقتي حضرتك. وحتى الكاميرات اللي اتكسرت بفضل الله يعني، شافوا الناس اللي جت وهي رايحه تكسرها يعني. شافوها. اصل انا علي بيه، انا عايز اقول على حاجه لا اتفضل. لا تستقيم الامور. النهارده اضرب المربوط يخاف السايب. اولا ما فيش اي مبرر ولا اي حجه ان الناس دي، انا عايز افرق في مبرر واحد حصل عشان يحصل ده. يمكن حضرتك في لا، الاستاد وعارف، انا ما اعرفش. احنا كنا قاعدين في المقصوره يا فندم، وبعدين احنا استغربنا يعني، الماتش ماشي كويس، الاهلي كسبان، فجاه مره واحده لقينا الفاظ مسيئه، ولقينا في يعني هياج غير طبيعي. انا مش فاهم ليه. وعايز اقول لحضرتك احنا النهارده في كاميرات وفي تسجيل للكاميرات، والمفروض ان الناس دي هتتحاسب، لا لان مش انا مش عايز برضه يا استاذ ابراهيم اظلم القاعده العريضه من الجمهور. لا الجمهور انا 40 مليون علي بيه، خلينا احنا نتكلم. انا بتكلم اللي غلط، اللي الكاميرا جابته يتحاسب. ده هقطع. ما انت النهارده لو ده اتحاسب واتحاكم، واخد بال حضرتك، ومحاكمه طبعا يا فنيه فندم، طبعا واتسجن، انا مع حضرتك، ما حدش هيعمل كده تاني. طبعا يا فندم انا مع حضرتك. معقوله شويه عيال هيوقفوا لنا كوره في مصر 7 سنين؟ ولا احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ 7 سنين مفيش لا كوره. طبعا يا فندم، لا طبعا، لا طبعا، ما وقفوش الكوره، واحنا الحمد لله يعني في مجال الرياضه متقدمين خطوات، مش عايزين نرجع خطوه واحده. طب انا عايز وكلام حضرتك مظبوط. انت كنتوا سامحين امبارح لكام واحد اللي دخلوا الماتش؟ اللي هم يا فندم من 5000 التذاكر وال 500 دعوه. طيب يعني دول، طب الحته دي اللي موجودين فيها دول كانوا من 5000 دول. يعني هم ما بين الدرجه الثانيه يمين ويسار، كان يعني عايز اوضح لحضرتك نقطه. ايوه. ان في يعني مثلا نقول ايه، لو قسمنا الجمهور اللي دخل لثلاث تلات، هو تلت اللي كان بيشتم، التلتين التانيين بقوا متضايقين فبداوا يحيوا او يشجعوا الاهلي ويحاولوا يعلوا صوتهم عليهم. طب طبعا طب هم قالوا التلات تلات دولت اللي هم من الشباب بتاع الالترس، ولا دولت الجمهور عادي؟ ايوه فندم، هو التلتين اللي هو كانوا قاعدين مع بعض دول هم الالترس. امال التلت اللي بيشتموا وده اللي، لا يا فندم، التلتين اللي قاعدين مع بعض دول هم اللي بيشتموا، التلتين الباقي حاول، الباقي حاول يشجع الاهلي يعني ويعلي صوته يعني هم عليه. الالترس اللي عاملين هذا الكلام يعني. ايوه يا فندم. طيب وده كل انا عايز يعني. طب تفسير حضرتك انت ايه يعني؟ برضو يعني انت من زي ما بيقولوا الكتر الحزن يعلم البكا، يعني انت مر عليك الكلام ده، تفسيرك ايه؟ هل لسه بياخدوا تعليمات من الاخوان؟ ما هو انا عايز اسال سؤال. ما هو دول اخترقوا ودول طلعوا اشتركوا في محمد محمود، واشتركوا محمد محمود الثانيه والاولى، ويعني وعملوا فساد ما بعده فساد. هل هم متصورين ان الامر ممكن ان يحدث مره اخرى يعني، ولا ايه؟ مش فاهم انا والله، انا مش عارف، بس يعني اللي يخليهم في توقيت واحد يبتدوا يقولوا الفاظ مسيئه او مع بعض كلهم ويبقى صوتهم كده، يبقى ده اتفاق مسبق. الا ما احنا هنهزر. ما هم طبعا هم ما لقيوش فرصه. الماتش الاهلي وادائه والمكسب والاربع تجوان ملقوش. وعبد الله سعد، وعبد الله كسروا حوالي، كسروا حوالي 1044 قعده كرسي، و300 حاجه و20 ظهر كرسي، وخمس كاميرات. خمس كاميرات. انا بقى لما اقبض على دول وكل واحد صورته جت بس في الكاميرا، بس كده هو ويدفع ده اللي بيطالب بيه. واهاليهم تدفع هذه الغرامه، واخد بال ايوه حضرتك؟ اقسم ايوه بالله ده بعد كده ما هيحب يشوف كرة ابدا بعد كده ولا تاني. انما ما طبعا ينفعش طبعا، ده، ما ينفعش ده. انا بضم صوتي لصوت حضرتك، ده كلام مظبوط. انما كل مره هنقف نقول لا، انا مره، انا النهارده مره. ما المشكله برضو اللي حصل في جمهور اطلس الزمالك، واللي عملوه برضو لما اتمسكوا كل مصر كانت بتكتب وتقول لك معلش اصل ده الشباب وعنده، هو مش خايف على مستقبله؟ انا اللي هخاف له على مستقبله؟ وبعدين اللي عايزين يصدروا الفوضى للدنيا، هو انت قليل علينا ان احنا نقول بلد بقى لنا 7 سنين مش عارفين نعمل ماتش كوره بجمهور يا جماعه؟ ده ازاي انت عايز تطلب انك انت؟ هي دي مش قليله علينا؟ لا طبعا. وايه ذنب الكراسي وايه ذنب الكاميرات؟ لا مش كده. هو المساله هم بيصدروا الفوضى،
هي مش قلم مش كراسي، هو بيصدر فوضى وهو بيتكلم. ده هو زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم، من امن العقاب أساء التصرف، طالما نحاسب كله هيحترم. انا عشان كده اتمنى ان الكاميرات تكون، يعني حتى كنت قلت لحضرتك ان اللي راحوا يكسروا الكاميرات كان جايين صورهم. ان شاء الله. اتمنى ان الامن، اتمنى إن والامن اعرفهم على فكره كلهم، يعني مش بداد عليه، اتمنى نشوف القيادات ونشوف لعيبه الكره المعتزله اللي بتحرض الناس ديت وماشيه في السكه ديت وهم معروفين بالاسم، واعتقد انت حضرتك عارف برضه، نشوف دول كلهم ونشوف ونجد حل او نضع. ما ينفعش كده، مش هينفع الحكايه كده الحقيقه. صح. يعني صح. هقول لحضرتك كده، ما معلش يعني انا ما اعرفش، لما ما انا مش قادر افهم ان انا ان احنا لما بنحب نعبر عن ان احنا مولودين بنكسر حتى الدوله، ده لا عنده انتماء لدوله ولا عنده ولا يعرف حاجه اسمها انتماء ولا يعرف اي حاجه عن اي موضوع ولا يعرف نهائي. اي نهائي. لا لا، ما هو ما ينتميش للدوله، اللي يكسر في حاجتها ما ينتميش للدوله، اللي يقول اللي عايز يقول رايه حريه، ليه يقل ادبه؟ ليه كسر؟ هو ايه الراي يا سيدي؟ انت ده ملعب، ده مش سنان يا فندم، حتى يعني حتى لو هو فيه يا علي بيه، ده رياضه، في الرياضه انت عايز تشتغل سياسه اشتغل سياسه في مكانها، الرياضه في مكانها. صح. لا يستطيع، انت جاي تشجع في اي مكان في العالم، المنظر اللي شفناه ده لا يستطيع اي حد في مكان ده. الانجليز اللي هم لما بعد الحادثه بتاع بلجيكا وصورهم واتمنعوا، اللي دخل السجن دخل واللي اتمنع طول عمره يخش ماتشات، مفيش شغف، مفيش حد بيقول لفظ واضح. احنا بنشوف الماتشات، هو يعني احنا تمام. دول عايزين يمشوا البلد على كيفهم، هما دول اللي كانوا امبارح بيتكلموا على الحريه. انهي حريه دي؟ لا طبعا ولا صح. لا يعني ده الحريه يا اخي، انت حريتك بتنتهي من حريه الاخرين، ده انت ما تقدرش يا اخي ايه اللي بتعمله ده؟ انا ما يعني عايز اقول لك يعني مش يعني لا عندك حق لانفعالك ده، ولكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا امكانيات حتى لما يطلع حظر لدخولهم لازم كلنا حضرتك كل واحد يقوم بدوره. الاهلي كان عامل منظومه وقال الناس اللي عايزه تشجع تيجي تسجل بياناتها، وراحوا سجلوا بياناتهم. خلاص يا فندم، الناس دي تبقى المفروض بياناتهم معروفه، ما يخشوش. هو النادي النهارده، النادي الاهلي النهارده عارف ال 5000 دول لو مسجلين، عارف مين دول؟ لازم طبعا. لازم ولو ادى الامر همسك ال 5000. احنا هنهزر وما يخشوش ثاني خلاص يا فندم المباريات، ما ولا يخش المباريات ولا يخش حاجه، وبعدين يتحاسب لما يسجنوا الاول على اللي قصر يسجن. احنا عايزين البلد يا علي بيه، انا عايز اقول لستك على حاجه. اتفضل. يعني احنا احد الحاجات اللي كسر وسطنا فيما يخص السياحه وغير السياحه، وده بنتكلم لما تبقى انت مش عارف تعمل ماتش كوره بجمهور، من الاخر ده كده من الاخر. والامن الله يكون في عونه، وانا اقدرش انا احمل الشرطه اكتر من ده، لانك انت في الملعب ده ما فيش في كل الدنيا الناس بتروح تلعب وبتشوف كوره وبتلعب والكلام ده كله، وما بيخرجش عن ده لان ما فيش خلط للامور. انت راح تشجع. والله يا استاذ ابراهيم كانت كل حاجه منظمه والامن معاهم لغايه ما دخلوا المدرجات، وكل حاجه متنظمه من بدري، والناس استقبلناهم من جه الساعة 1 الظهر، دخل وقعد في المدرجات وما كانش في أي مشكلة. أنا بقيت قاعد امبارح مستغرب، هو إيه السبب؟ وليه بيعملوا كده؟ هل القصد إن هم ما يرجعوش الجمهور للكرة؟ لا لا، هم مش إيه يعني لا ولا هم قاعدين لا 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 ولا عايزين يقولوا إحنا موجودين؟ لا لا، عايزين لا عايزين يقولوا إن في لسه دولة الفوضى موجودة، عايزين يقولوا ان احنا نقدر نعمل ده، وهم متصورين ان يقدروا يعملوا ده. ما هو ده العقد، واللي بيصرف عليهم واللي بيهينهم واللي بيعملهم، الكابوهات بتاعتهم معروفه والدنيا معروفه، ولازم النهارده يعني قبضه حديديه في هذا الموضوع طبعا. لان ما ينفعش. بشكر حضرتك جدا يا فندم، بشكر حضرتك.